محاضرتنا لهذا اليوم راح تتضمن استعراض لستاتيك اند دايناميك بيهيفير اوف ميجرمنت سيستم. طبعا الميجرمنت سيستم مثل ما تعرفون راح ندرس الستاتيك اند دايناميك بيهيفير مالته، الخصائص الديناميكيه والستاتيكيه بالنسبه لهذا المنظومه القياسيه. شنو نقصد بالستاتيك اند دايناميك بيهيفير اوف ميجرمنت سيستم؟ طبعا هنا عندنا البيهيفير مال الميجرمنت سيستم يعتمدون عليه من على الانبوت سيجنال. احنا مثل ما تطرقنا الدرس الماضي عندنا الميجرمنت يعني منظومه القياس بالحقيقه بها انبوت سيجنال وبها اوتبوت سيجنال. زين الانبوت سيجنال لها دور كلش كبير في تصرف منظومه القياس، لذلك عندنا الستاتيك اند دايناميك. طبعا دائما الستاتيك بيهيفير ناتج عن يعني استفارة المنظومة هذا القياس بإشارة نسميها بالستاتيك سيجنال وكذلك الحال بالنسبة للدايناميك بيهيفير أيضا ناجم عن استفارة المنظومة، يعني يكون الانبوت سيجنال مالتنا هي عبارة عن دايناميك سيجنال. راح نشوف شو المعنى الدايناميك سيجنال والستاتيك سيجنال. طبعا السيجنال بالحقيقة بسرعة ممكن انه نقسمها بالحقيقة ونميز بها الأنواع التالية: الستاتيك سيجنال اللي هي عبارة it is not a function of time، يعني السيجنال اللي تكون it is not a function of time، يعني الانبوت مالتك هي المنظومة يكون في قيمة معينة. على سبيل المثال لما نقيس الطول عن طريق استخدام المسطرة مثلا، زين احنا ندخل كانبوت يعني الطول ايش قد يكون عندنا. It is not a function of time. يعني ما راح يتغير عندك الانبوت ويا من ويا التاني، فاي سيجنال ما تتغير عندك ويا التاني نسميه بالستاتيك سيجنال. اما الدايناميك سيجنال هي السيجنال اللي تكون عندنا متغيره ويا من ويا الزمن. على سبيل المثال السمبل بيريدك ويفورم اللي هو الساين مثلا، يعني يكون عندنا الانبوت سيجنال مال الميجرمنت سيستم على شكل شنو؟ على شكل ساين ويف. لاحظ انه الساين ويف تحتوي لك على امبليتيود اللي هو الكونستنت هذا، زين امبليتيود، وعلى فريكونسي اللي هو اوميجا. بتطلع شلون؟ اذا هنا عندنا السمبل بيريدك الكومبلكس بيريدك ويف فورم. ممكن ان يكون عندنا الانبوت هو عباره عن مجموعه من الساين ويف، مجموعه من الساين ويف اللي راح نعبر عنه بالسميشن فروم ان ايكوال 1 تو انفينيتي اوف سي اوف ان ساين اوميجا ان اوميجا تي زائد ان فاي ان. طلع شلون؟ عندنا مجموعه مكون يسموها الكومبلكس بيريديك ويف فورم. زين بيريديك ويف فورم مثلا شوف هنا عندنا مثلا الستيب انبوت، كلكم درستوا الكنترول بالفصل الاول وتعاملتوا مع الستيب انبوت. الواي اوف تي يساوي لنا الاي نوت في اليو اوف تي، زين ويساوي لنا اي نوت فور تي از جريتر ذان زيرو. هسه راح ندرسها عن قريب منتصف المحاضرة إن شاء الله. عندنا الرامب انبوت، عندنا البالس انبوت، هاي كلها الانبوت هذه هي عبارة عن function of time. زين نندن ديترمينستيك ويف فورم، اكو عندنا سيجنال في بعض الأحيان تكون يعني عشوائية نطلع شلون. زين ممكن نعبر عنها بالشكل الثاني، تقريبا تساوي لنا مجموعة من الساين ويف، ممكن نمثلها مجموعة من الساين ويف. يعني بالحقيقه اكو عندنا سيجنال تكون عباره عن راندوم سيجنال. ايضا السيجنال may be classified to analog signal. لاحظ هذا الانالوج سيجنال، هذا النوع من انواع السيجنال اللي هو انالوج سيجنال. لاحظ العلاقه ما بين السيجنال ويا التايم، تكون عندنا التغير مال السيجنال يكون عندنا ويا التايم كونتينيوس. لاحظ هذا البيهيفير لهذا السيجنال، خلينا نقول على السيجنال انه عباره عن انالوج سيجنال. عندنا النوع الاخر من السيجنال
اللي هو عبارة عن الديسكريت سيجنال أو الديجيتال سيجنال. لاحظ قيمة الفانكشن أو قيمة السيجنال تكون معرفة at a certain time. قيمة السيجنال تكون معرفة at a certain time. لاحظ ما عندنا continuous، ما تقدر تاخذ قيمة الفانكشن في أي لحظة، في أي لحظة، ولكن تقدر تاخذ قيمة الفانكشن هذه في لحظات معرفة عندك. لاحظ هذه النقطة السوداء تلاحظون at time t is equal to t1 مثلا، هاي النقطة الثانية at time t is equal to t2، هذا time t3 وهكذا إلى t infinity. هذا بالحقيقة السيجنال تايم، راح نسميه بالسامبلينج تايم. بالسامبلينج تايم طبعا هذه السيجنال اللي تشوفوها هنا اللي هي عباره عن انالوج، بالامكان ان نحولها الى ديجيتال سيجنال هذا باستخدام اجهزه اللي نسميها الانالوج تو ديجيتال كونفرتر. انالوج تو ديجيتال كونفرتر، باستخدام الانالوج تو ديجيتال كونفرتر ممكن تحويل هذه الانالوج سيجنال الى شنو؟ الى ديجيتال سيجنال. الى ديجيتال سيجنال نرمز لها بالاي الى الدي، انالوج تو ديجيتال. طبعا بالمناسبه هذا السيجنال اللي هي عباره عن ديجيتال ممكن ان نحولها الى انالوج باستخدام اجهزه راح نسميها بالديجيتال الى الانالوج، دي الى اي. زين سيجنال لاحظ هنا عباره عن ستيب اوف تايم، يعني راح نقطع الاشاره اللي هي عباره عن انالوج ات سيرتن تايم ستيب. زين اتفيت التايم ستيبس، هذا التايم ستيبس يعني محدده، فراح تتحول لنا الكونتينيوس سيجنال اللي هي هذه اللي هي الانالوج الى ديسكريت سيجنال الى ديجيتال سيجنال. الدايناميك ميجرمنت ممكن ان نمثله بالحقيقه، او الدايناميك فينومينا، الدايناميك ايفنت اللي تصير عندك بالجهاز القياس ممكن ان نوضحها إذا نشوف مسألة قياس درجة الحرارة، قياس درجة حرارة الجسم. شوي هذا أقرب لكم هذا المثال. يعني إذا عندك ثرموميتر وتريد تقيس به درجة حرارة جسمك، فاعتيادي أنت راح تستخدم عندنا ما نسميه بالبلب ثرموميتر. هذا البلب ثرموميتر راح تاخذه من مكانه اللي هو راح تكون عندك درجة الحرارة هي درجة حرارة الجو. درجة حرارة الجو، وراح تخليه وين؟ تحت اللسان مثلا. يعني وديته إلى فد انفايرمنت جديد اللي هو بي تمبرتشر، اللي هو تمبرتشر جديد. فأنت قد يعني حولت الثرموميتر اللي هو جهاز قياس الحرارة من مكان من انفايرمنت بي تمبرتشر خلينا نقول تي 1 إلى انفايرمنت آخر اللي هو تمبرتشر تي 2. على سبيل المثال لو افترضنا أنه الثرموميتر كان في درجة حرارة قد؟ في درجة حرارة 20 درجة مئوية. أنت جبته وخليته تحت اللسان اللي هو درجة الحرارة هنا مثلاً قد 38 درجة مئوية. فبالحالة هذه بالحقيقة أنت شو تكون سويت؟ دخلت إلى جهاز القياس اللي هو هذا الثرموميتر كأنما دخلت له ستيب انبوت. كأنما دخلت له ستيب انبوت، درجة الحرارة تغيرت من 20 الى 38 وبقت، يعني ما دام هو داخل الانفايرمنت درجه الحراره قد؟ قيمتها 38. فارجوك انه تتخيل السب انبوت اللي دخلت الى من؟ الى هذا الجهاز مال القياس. هاي الملاحظه الاولى. الملاحظه الثانيه اللي يلاحظ انه انت ما تقدر تقرا ايش قد درجه حراره جسمك مباشره اول ما تخلي الثرموميتر تحت اللسان، لانه ايش راح تشوف؟ راح تشوف انه درجة الحرارة راح تتغير باستمرار خلال فترة ثواني معينة، الى انه بعد كم ثانية تستقر درجة الحرارة بذاك الوقت. ايش راح انت بذاك الوقت راح تقرا وتقول هي هاي درجة حرارة الجسم مالتي. ايش دي يصير هذا بالفترة الثواني هذه لما تتغير القراءة؟ لما تتغير القراءة تصير عندنا فيزيكال فينومينا. هذه الفيزيكال فينومينا يعتمد عليها عمل جهاز القياس هذا. من هو جهاز القياس مالتنا؟ اللي هو الثرموميتر. انت من خليت الثرموميتر بالانفايرمنت الجديد اللي هو درجه حراره 38، شنو اللي راح يصير عندك؟ راح يصير عندك خلينا نقول عندنا عمليه هيت ترانسفير. هيت ترانسفير من المحيط اللي موجود به الثرموميتر الى شنو؟ الى داخل الثرموميتر.
الى الليكويد مال الثرموميتر. ايش وقت تستقر عمليه الانتقال الحراره؟ لما نوصل الى ثيرمال ايكوليبريم. لما نوصل الى ثيرمال ايكوليبريم راح تكون درجه الحراره مالتنا هي هاي درجه الحراره اللي راح ياشرها شنو ياشرها الثرموميتر. فهذه الفتره اللي تتسارقها ثواني زين، هذه الفتره اللي نحتاج انه ننتظر بها حتى نقرا درجه الحراره مال الجسم مالتنا هي ديو تو دي دايناميك افكت. هذا اللي بيصير عندنا شنو الدايناميك افكت؟ يعني خلينا نقول الفيزيكال فينومينا اللي تصير اللي هي عمليه الهيت ترانسفير. الهيت ترانسفير من الجو المحيط بالترموميتر الى البلب، والبلب بداخله اكو عندنا شنو؟ اكو عندنا ليكويد. هذا الليكويد يعني عندنا حراره راح تنتقل، وهذه الحراره راح تدخل داخل البلب، ومن تدخل داخل البلب راح ترفع لنا درجه حراره الليكويد اللي موجود اللي هو قد يكون زئبق، قد يكون كحول، قد يكون وتبر الليكويد اللي ممكن نستخدمها زين. ومن ترتفع درجه حراره الليكويد هذا راح تضخم الاشاره عن طريق انه هو الليكويد راح يندفع داخل الكابيلاري تيوب مال الثرموميتر الى ان تصير عندنا عمليه ثيرمال اكويليبريوم. درجه حراره المحيط تساوي لنا درجه حراره الليكويد اللي هو بداخل الثرموميتر، فراح تتوقف عمليه الارتفاع في درجه الحراره وراح نقرا درجه الحراره مالتنا. اذا هذه الثواني اللي احتاجيناها حتى نقرا درجه الحراره هاي ديوتو هدانا من الكيفنت. هذه لاحظوا هذا كنا نعرفه. هذا الجهاز هو عباره عن منظومه التعليق المستخدم للسيارات. شنو الهدف من منظومة التعليق؟ الهدف من منظومة التعليق هو امتصاص الفايبريشن اللي يصير عندك نتيجة لمرور الحافلة على اليمين على فد طرقات اللي هي شوف لاحظ شلون طبعا في شوارعنا كلش يعني شائعة بس تكون عندنا التغير مالتها بهالشكل هذا. لاحظ هذا التغير بشكل الرود هذا اللي تلاحظ شلون؟ وانت هنا داخل هالكتلة هذه اللي هو عبارة عن الباسنجر يعني انت الراكب اللي موجود هذا وجسم السياره اللي موجود هنا اوكي. هذا عباره عن الاطار، ما بين الاطار وما بين جسم السياره اكو عندنا منظومه نسميها منظومه التعليق اللي تتكون لنا من سبرينج ودامبر مربوطين بهالشكل هذا. الهدف من عنده شنو؟ الهدف من عنده هو امتصاص الاهتزازات في سبيل راحه الراكب اللي موجود هنا. يعني اذا كنت تتخيل انه لو كانت عندك الدبلات مال السياره مثلا قايمه منتهي عمرها، شوف شنو هذا كل ما موجود بالشارع، كل تأثير بالشارع راح ينتقل إلى جسم الشخص اللي قاعد هنا، فراح يشعر بعدم الراحة، إذا لاحظ هذا الويف فورم اللي موجود عندك بالطريقة اللي إذا تمشي عليه الباسنجر كار هذه، هذا هو عبارة عن الانبوت سيجنال المن الانبوت سيجنال إلى هذه المنظومة اللي هي عبارة عن منظومة التعليق، واللي بدورها إيش راح تنتقل؟ راح تنتقل إلى الباسنجر. انتقل لنا الباسنجر اللي موجود هنا. طبعا هنا بالنسبه لك تحتاج ان تسوي في البحوث على هالمنظومه هذه وتحسن عندها وتطور من عندها في سبيل انه شنو؟ في سبيل راحه الاشخاص اللي قاعدين داخل الكابينه مالت مال الكار. اوكي؟ فلازم تعرف هذا شلون يشتغل. اذا دخلت له سيجنال من هالنوع هذا ايش راح تكون عنده الاستجابه مالته؟ شلون راح تكون الاستجابه مالته؟ هذا كله ان شاء الله راح نتطرق لها بعد قليل، بس حبينا نشوف يعني شنو معنى الدايناميك ايفنت اللي ممكن تصير وتسبب لنا بالدايناميك بيهيفير اوف دي ميجرمنت سيستم. لاحظ هنا المرور على طريق من هالنوع هذا راح يدفع لنا الماس هذه كلها زين بالاتجاه العمودي بالاتجاه هذا اوكي، وراح تكون عندنا الاندفاع بهذا الاتجاه راح يكون مره الى الاعلى ومره الى الاسفل تبعا للصعود والهبوط على من على هذا على ممر من هالنوع هذا على ممر منها. يعني هذا هو عباره عن الساين ويف اللي ممكن انه تدخل الى شنو؟ اللي ممكن انه تدخل لنا الى منظومه القياس اللي هي شنو منظومه القياس هنا اللي موجوده عندنا مثلا منظومة التعليق اللي موجودة بالسيارة. بصورة عامة أي جهاز قياس ممكن أن نمثله بهالشكل هذا.
عبارة عن بلوك اللي يمثل لي المجرمنت سيستم اوبريشن. وهذا الاوبريشن مال المجرمنت سيستم دائما راح تمثله بشنو؟ راح تمثله بمعادله تفاضليه. هذه المعادله التفاضليه غالبا ما تكون از ا فانكشن اوف تايم. فانكشن اوف تايم هذا درستوه طبعا بالكنترول. بالكنترول عندنا هذا بالضبط نفس الكنترول سيستم. هنا يكون احنا عندنا ميجرمنت سيستم. هذا الميجرمنت سيستم اوبريشن، هذا الاوبريشن مال الميجرمنت سيستم راح يمثل شنو عن طريق معادله تفاضليه. وعندنا لكل ميجرمنت سيستم اكو انبوت واكو عندنا شنو؟ اكو عندنا اوتبوت. اكو عندنا انبوت وعندنا اوتبوت. زين؟ اللي نريده احنا شنو؟ اللي نريده احنا نريد نشوف شنو الاستجابه، شنو الريسبونس مال هذه الميجرمنت سيستم. For a given input. For a given input اللي هي عبارة عن f of t. نقصد بالاستجابة؟ نقصد شلون راح يكون شكل الاوتبوت، التغير مال الاوتبوت مع التايم. شلون دي يكون عندنا التغير مال الاوتبوت ويا التايم. زين؟ For a given initial condition. هذا ال y of 0 هي عبارة عن initial condition. دائما لما اريد نشوف شلون الاوتبوت بالحقيقة دا يتصرف نتيجة لفد انبوت معين من هاي الانبوت اللي شفناها، سواء كان ساين ويف، سواء كان كومبلكس ساين ويف، سواء كان عندك ستيب انبوت، سواء كان عندك رامب انبوت، سواء كان عندك بلس انبوت او whatever من سيجنال which is a function of t. زين اللي نقصد به الاستجابة، الاستجابة اللي هو عبارة عن الاوتبوت. اريد اشوف الاوتبوت شلون تتغير for a given input signal for a given. فلذلك هنا عندنا عملية التغير مال الاوتبوت ويا التايم for a given input signal تتطلب من عندنا حل للمعادلة التفاضلية. حل للمعادلة التفاضلية، حل للمعادلة التفاضلية اللي تمثل لي شنو؟ تمثل لي الاوبريشن مالت من measurement system. وهذا الحل مال المعادلة التفاضلية بما انه معادلة تفاضلية in terms of time، زين نحتاج الى initial conditions. بعض الاحيان initial conditions تكون zero، بعض الاحيان initial conditions موجوده. هذا اللي انتم تسميتوه بالكنترول هو عباره عن البلوك دايجرام. اذا لكل measurement system، لكل جهاز قياس بالحقيقه ممكن ان نمثل شنو؟ بلوك دايجرام. هذا البلوك دايجرام mainly يتكون لي من measurement system operation. وعدنا بي انبوت وعدنا بي اوتبوت وعدنا سوليوشن ان هذا راح يكون فور اجبل انيشال كونديشن. انيشال كونديشن لذلك هنا كل ميجرمنت سيستم لازم نسوي له موديلنج. ليش نسوي له موديلنج؟ حتى ندرس الريسبونس مالته، حتى ندرس الريسبونس مالته، حتى نشوف الاوتبوت من عنده. شلون دا يكون؟ شلون دا يتصرف؟ زين؟ إذا درسنا الأوتبوت راح نقدر نعرف إيش قد مقدار الإيرور اللي ممكن يعطيني إياه هذا الجهاز، لأنه عندنا الإيرور راح نعرفه هو عبارة عن الأوتبوت ناقص عن الأوتبوت. زين؟ إيش قد مقدار الدايناميك إيرور اللي راح يصير عندنا نتيجة إيش؟ نتيجة اللي تفريط عن سيجنال قد تكون بيريدك سيجنال. It is not a function of time. إيش قد هاي عدد الثواني؟ 5 ثواني، 10 ثواني؟ أكو هذي تنطيها الانبوت ورا فترة قصيرة جدا تنطيك شنو؟ تنطيك الريزلت اللي أنت تحتاجه. وأكو هذي هلا تظل تصفن فتفصل صفنة طويلة يلا تعطيك النتيجة مال القياس مالتك. هذا اللي يسبب لنا هالشيء، هذا يسبب لنا إنه الفترة الزمنية اللي راح ناخذ بها القراءة طويلة أو قصيرة شنو؟ ما
لازم نعرفه ولازم نعالجه، لأن مثل ما راح نجي نشوف بعد قليل إن شاء الله. إذا عندنا أي ميجرمنت سيستم المفروض نسوي له موديلنج، وهذا الموديلنج راح يفضي إلى شنو؟ إلى معادلة تفاضلية. هاي المعادلة التفاضلية اللي ممكن كتابتها إن جنرال بالشكل التالي، هذه عبارة عن Ordinary Differential Equation بالتايم دومين. بالتايم دومين لذلك أي ميجرمنت سيستم، أي ميجرينج ديفايس، زين، ممكن أن نمثل الأوبريشن مالته بالحقيقة بمعادلة تفاضلية. هذه المعادلة التفاضلية هذه عبارة عن General Form of the Differential Equation، هذه عبارة عن الـ Nth Differential Equation. يعني شنو الـ Nth Differential Equation؟ شوف دي ان واي دي تي ان، نطلع شلون دي ان، يعني مثلا اذا كانت الـ n تساوي لواحد فالمعادله التفاضليه هاي من الدرجه الاولى، اذا كانت هاي الـ n تساوي لاثنين المعادله هاي كلها درجه ثانيه نسميها، اذا كانت ثلاثه من الدرجه الثالثه، وهكذا وهكذا. يعني هسه الاوردر مال الديفرنشال ايكويشن يعتمد لنا على قيمه شنو؟ على قيمه الـ n، هذه على قيمه الـ n. فاذا كانت قيمه الـ n تساوي لواحد سميناها بالفيرست، اذا كانت قيمة الان تساوي لنا زيرو فراح نسميها بالزيرو تايب. زيرو تايب يعني شنو؟ انه دي زيرو واي تي، يعني هذا التيرم كله ما موجود عندي، دي واي باي دي تي بالحقيقة ماكو شيء مشتقة وذ ريسبكت تو تايم، هذا هو عبارة عن الزيرو اوردر. هسه راح نشوفه يسموه بالزيرو اوردر. اما اذا كانت الان تساوي لنا واحد فالمعادلة التفاضلية للدرجة الأولى، وهكذا وهكذا. إذا عندنا الطرف الأيمن هذا ان راح يكون ب الطرف الثاني اللي هو عباره عن الاكسايتيشن اللي هو الاف اوف تي، خلينا نقول عليه الانبوت سيجنال مال المنظومه، مال منظومه القياس. شوف دي ممكن التعبير عن دي ام دي ام اكس باي دي تي ام، دي ام ماينس 1 دي ام ماينس 1 اكس الى دي تي ام ماينس 1 وهكذا، بحيث الام تكون عندنا دائما اقل من الان. إذا عندنا إذا عرفنا قيمة الـ A، الـ A factor بالحقيقة والـ B factor، راح تكون عندنا المعادلة التفاضلية موصفة وبالإمكان حلها ومعرفة الـ response مال المنظومة، الاستجابة مال المنظومة. على سبيل المثال شوفوا هنا، هذا عبارة عن جهاز بقياس الـ acceleration، هذا هو عبارة عن الـ accelerometer، هذا هو عبارة عن الـ accelerometer. من ايش التون الاكسلروميتر؟ يتكون لنا من هاي الكونفاينمنت اللي تشوفون، هذا غلاف، هذا يسموه كونفاينمنت. داخل الكونفاينمنت هذا اكو عندنا بيزو الكتريك كريستال، اكو عندنا كريستال بالحقيقه، زين، هذا الكريستال من ماده يسموها بيزو الكتريك ماتيريال. هذا البيزو الكتريك ماتيريال بها مواصفه انه اذا تضغط عليها راح تتولد عندك شحنات كهربائيه، راح تتولد عندك شحنات كهربائيه. طبعا عندنا فوق هذه البيزو الكتريك ماتيريال اللي موجوده، هاي اللي موجوده على هاي القاعده اللي تشوفوها هنا، اذا عندنا قاعده عندنا بيزو الكتريك ماتيريال، زين، يعني واحد من انواع البيزو الكتريك ماتيريال باتر واركم دارسين مواد ماده الكوارت، ماده مشهوره جدا. هذه الماده شنو المواصفه مالتها؟ اذا انضغطت، اذا سلطنا عليها ضغط راح تولد لنا شحنات. هذه الشحنات اذا اخذناها وقسناها راح تكون معبره عن من؟ عن مقدار هذا الضغط اللي راح يتولد. البيزو بالحقيقه الاكسلروميتر الفانكشن مالته من ايش يتكون؟ قلنا انه هو شلون يصير بالحقيقه؟ احنا عندنا هذا الكونفاينمنت اللي تشوفوها، هذا الكونفاينمنت اكو بداخله كتله اللي هي عباره عن هاي الماس. هذه الماس بتعمل على من؟ بتعمل على هذا البيزو الكتريك كريستال، على هاي المادة اللي بيها هاي المواصفة اللي قلنا عليها، أوكي؟ وهذا البيزو الكتريك كريستال بالحقيقة ماخذين من عندها لتر، هذا اللتر حتى شنو؟ حتى نقيس إيش قد مقدار الشحنات اللي راح تتولد عندنا. فلما راح ندخل الانبوت مالتنا وين راح طبعا هذا الكونفاينمنت اللي تشوفوه هذا ريجيدلي فيكست إلى شنو؟ إلى البدي اللي احنا نريد نقيس الاكسلريشن مالته. يعني نربطه ربط محكم إلى شنو؟ الى البدي اللي يريد نقيس الاكسلريشن مالته عن طريق ايش؟ عن طريق البراغي او عن طريق
المهم يكون عندنا جهاز القياس اللي هو هذا بالحقيقة، هو قطعة واحدة ويا من، والقطعة اللي قطعة واحدة ويا الجزء اللي نريد نقيس به البارامتر. يعني هنا عندنا البارامتر اللي نقيسه اللي هو عبارة عن الاكسلريشن. إذا لازم نثبت جهاز القياس هذا مالتنا تثبيت محكم على البديل اللي نريد نقيسه. ففي الحالة هذه راح تنقل لنا الحركة. يعني تخيل انت عندك كانت ارضيه وعندك فد فايبريشن، تطلع شلون تريد تقيس الاكسلريشن. اوكي، فبالحقيقه نتيجه الفايبريشن ايش راح يصير عندنا؟ هذا البادي راح يتحرك الى الاسفل والاعلى، هذه الحركه راح تنقل الى هنا. اوكي، وعمليه النقل مالته هنا، شوف هنا هذا الماس بالحقيقه اللي راح تتحرك الى هذا الماس الكبير، تطلع شلون تتحرك اجين سبرينج حتى يرجعها. يعني هذا السبرينج بالحقيقة راح يحفظ لنا فد انرجي، فيساعد على ارجاع الماس هذه الداخلية، تكون تضرب لنا بيه من تضرب بال شو اسمه بالبيزو الكتريك. فنتيجة لتولد هذه الشحنات بالحقيقة راح نقدر نعرف ايش قد مقدار الاكسلريشن، وهذا ان شاء الله راح نجي ان شاء الله بالتفصيل لما ندرس الاجهزة. اللي يهمنا في هالمرحله هذه هو كيفيه اجراء موديلنج الى هذا شو اسمه الى هذا الجهاز مال القياس اللي هو عباره عن الاكسلروميتر. لاحظ انه هذا الجهاز مال القياس ممكن ان يمثله بالعناصر الثلاثه اللي انتم درستوها بالكنترول، اللي هي الماس سبرينج دامبر. الماس سبرينج دامبر مربوطات بالطريقه هذه، هذا الجهاز كله اقدر امثله رياضيا. يعني انا سويت عمليه نمذجه، عمليه النمذجه حولته من واقع الحال مالته اللي هو هذا، زين اكو عندي كتله، زين واكو عندي سبرينج، زين واكو عندي يعني كل ماتيريال هنا في دامبنج افكت. هذا الدامبنج افكت راح تعبر عن الدامبر، زين. وبالحقيقه هذه المنظومه كلها تتعرض لنا للشيء التالي. اوكي، هذه عباره عن الكوردينيت اللي توصف لنا الحركه، هذا الكوردينيت اللي توصف لنا الحركه. زين، فعندي تو كوردينيت اللي هي عباره عن اكس وعندي واي. شنو اللي رحت اسويه حتى احصل المعادله التفاضليه لهذا الجهاز اللي هو عباره عن الاكسلروميتر؟ مثلته اول مره بهالطريقه هذه. اوكي، بعدين رحت اسوي الايكوليبريم اوف فورسز، اسوي دايناميك ايكوليبريم اوف فورسز. لاحظ عندي قوه اللي مقدارها ايش قد؟ اللي هي عباره عن السفرنج. اوكي، قوه النابض، وعندي القوه اللي هي مالت من مال الدامبر، وانا اعرف انه القوه مال الدامبر هذه تعتمد لي على الواي دوت والاكس دوت اللي هي تعتمد لي على الفيلوسيتي، وهذا تعتمد لي على الديسبليسمنت. يعني هنا على الريلاتيف ديسبليسمنت اللي هو الواي ماينس اكس، وهذا تعتمد لي على من؟ على الريلاتيف فيلوسيتي. والدايناميك الإيكوليبريم هو باستخدامنا لقانون نيوتن الثاني، انه سميشن اوف فورسز از ايكوال تو ام واي دبل دوت، ام واي دبل دوت. الناتج راح يطلع لي في معادله تفاضليه من هالنوع هذا. انتم كلكم هذه تسويها بالكنترول، وهذه في البيسك مال الكنترول موجود عندكم. اذا المعادله التفاضليه اللي تحكم لي العمل مال الجهاز اللي شفناه قبل شويه، واللي احنا راح نسميه بالاكسلوروميتر عندنا بالمجرمنت، هي ام دي 2 واي باي دي تي سكوير زائد دامبنج فاكتور، هذا في دي واي باي دي تي دامبنج دايما ياخذ نفس زائد كي في واي يساوي لنا الكونستنت هذا ملتبلايد باي دي اكس باي دي تي زائد كي اكس. هذا مين اجتني؟ انه سميشن اوف فورسز هذه اللي تلاحظ شلون؟ از ايكوال تو ام واي دبل دوت. اوكي؟ بعدين رحت افصل اللي بيهم واي على صفحه جانب الايسر، واللي بيهم الاكس اخذهم على الجانب الايمن، راح تطلع المعادله بهالشكل هذا. هذه المعادله اذا قارناها بالجنرال ايكويشن اللي هي هذه، بتلاحظ شلون؟ الاي ان والبي ان، بتلاحظ شلون؟ راح نقدر نعرف ايش قد قيمه الاي ان وايش قد قيمه البي ان. لاحظ هنا هذه المعادله، اولا اعلى اوردر بها اللي هو الان ايش قد قيمته؟ قيمته 2. إذا هي معادلة من الدرجة الثانية، معادلة من الدرجة الثانية. وحضراتكم من درستوا بالكنترول عرفتوا إنه دائما المنظومات اللي بيها كتلة اللي بيها انيرشيا، بتلاحظ شلون؟
هذه تعطينا معادلات من الدرجة الثانية. يعني الدرجة الثانية من اجت من ال y double dot هذه m في y double dot مثل عشان. فإذا عندنا هنا إذا نقارن المعادلة التفاضلية الجنرال ويا هاي ما راح نلاحظ إنه الآن يساوي اثنين، يعني معناها عندي معادلة من الدرجة الثانية معادلة من. راح يكون عندنا a2 ويشوف هنا أنا an مو شكل، فالان إيش قد اثنين هنا a2 هنا a1 وهنا a0، يعني المعادلة من الدرجة الثانية بها ثلاث فاكتورات من a و a2 a1 and a0، وبها فاكتورين بالنسبة من بالنسبة للx اللي هو من الطرف الأيمن. لاحظ هنا b1 زائد b0. رجاءً هذه مكتوبة كانت عندكم dy by dt من المحاضرة dx by dt. أوكي. إذا هنا ال y denotes the position of a small mass within the accelerometer والx denotes the displacement of the body. لاحظوا هنا هذا البدي يطلع شلون displacement مال البدي عبرنا له بx، و displacement مال الماس اللي الداخل هذا عبرنا له بشنو؟ عبرنا له بy. إذا لاحظ هنا a2 a1 a0 b1 كلها إذا أسوي comparison بين هاي المعادلة وهاي المعادلة راح تقدر أعرف إيش قد قيمة الـ a2. هنا الـ a2 تساوي لنا m، لاحظ الـ a1 إيش قد تساوي لنا damping factor، زين الـ k تساوي لنا الـ a0، يعني الـ a0 تساوي لنا k، b1 تساوي لنا damping factor هذا أيضا اللي هو عبارة عن c. أوكي، وكذلك الحال الـ b0 إيش قد يساوي لنا k. أوكي، هذه اللي نقصد به إنه طبعا ممكن يكون عندنا الانبوت بهالشكل هذا عبارة عن x not sin n omega t sin omega t عفوا sin omega t x not sin omega t. هذا ال x not هو عبارة عن الامبليتود مالت من مال الساين ويف، والاوميجا بالحقيقة هنا هي عبارة عن شنو؟ عبارة عن الفريكونسي، هذه الفريكونسي. فأقدر أحل المعادلة التفاضلية فور اي جيفن انبوت هذه واحصل على شنو؟ احصل على الريسبونس. اذا بعد المقدمة البسيطة هذه يا اخواني ونتيجة لكون انه بالامكان انه امثل منظومات القياس مالتي بمعادلة تفاضلية بانف ديفرنشال ايكويشن من m differential equation، هاي ال m maybe تكون 0 maybe تكون 1 maybe تكون 2، واحنا تقريبا راح نتوقف الى حد هنا، يعني ناخذ ال n تساوي لنا 0 ال n تساوي لنا 1 وال n تساوي لنا 2. فلما تكون ال n تساوي لنا 0 هنا راح نسمي المنظومه مالتنا زيرو اوردر، زيرو اوردر سيستم. هذه الزيرو اوردر سيستم بالحقيقه المعادله التفاضليه مالتها راح تكون عندنا عباره عن a نوت y of t which is equal to f of t which is equal to f of t. إذن هذه أبسط أنواع منظومات القياس اللي هي عبارة عن zero order، zero order اللي تكون عندنا بها قيمة ال n تساوي لنا شنو؟ تساوي لنا zero. لاحظوا هذه المعادلة التفاضلية إذا قسمنا الطرفين على قيمة a نوت، يعني نريد نشوف أنه دائما نشوف قيمة ال y t تساوي لنا، أوكي ال y t صافية إذا تلاحظون بدون اي فاكتور تساوي نفت مقدار، هذا هو اللي نقصد به الريسبونس مال جهاز القياس بالحقيقه. زين، فاذا هنا حتى نخلي الواي تي بحدها لازم نقسم الطرفين على شنو؟ على هذا الثابت اللي هو عباره عن الاي نوت. فلذلك هنا راح يكون عندنا واي اوف تي ايكوال تو 1 على اي نوت في الاف اوف تي. هذا الواحد على اي نوت راح نسميه بالكي او ما نسميه بالستيدي ستيت جين، بالستيدي ستيت جين او الستاتيك سنسيتيفيتي مالتنا مال هذا الميجرمنت سيستم اللي هو الزيرو اوردر. لان هذا عندنا شيء مهم اللي يحمل كي اللي هو الستيدي ستيت جين والستاتيك سنسيتيفيتي الزيرو اوردر موديل. هذا هنا الجهاز بالحقيقه اجهزه القياس من هالنوع هذه هي دائما اجهزه القياس اللي يكون عندنا الانبوت مالتها هو عبارة عن static input. يعني شو static input؟ يعني هو الانبوت اللي ما يتغير عندك ويا من ويا التايم، الانبوت اللي ما يتغير عندك ويا التايم. لذلك هنا
شوف هنا ال K is called the steady state gain. In zero order model, the system output is considered to respond to the input signal instantaneously. يعني أول باو عنا أنت لما تخلي المسطرة حتى تقيس شنو حتى تقيس طول معين فالانبوت مالتك هو مقدار الطول فمباشرة أنت راح تقرأ هذا ما راح تحتاج أنه في فترة زمنية معينة إلى أن توصل إلى الاستقرار يعني مباشرة تقرأ من المسطرة قد الطول اللي قد الطول اللي عندك يعني الانبوت مالتك هو عبارة عن فد رقم نوت ا فانكشن اوف تايم أنا إذا قيس طول مقداره 30 سنتيمتر خلاص هذا هو من أبو على الجهاز القياس مالتي اللي هو الرولر على سبيل المثال أو الفيرنيا أو واتيفر تلاحظ شلون مباشرة أقدر أقيس القياس مالتي فهذا اللي نقول عليه إنه أول ما ندخل الأنبوت راح نقرأ الأوتبوت انستنتنسلي يعني باللحظة باللحظة مو مثل الثرموميتر راح ننتظره كذا ثانية على ما تستقر القراءة مالته حتى نقرأ القراءة الصحيحة ولا إذا أخذت القراءة أثناء عملية التغيير ما راح تكون عندك القراءة صحيحة هذا هو How to determine K اللي هو الستاتيك جين أو sensitivity درسنا بالمحاضرة السابقة وقلنا أنه الـ K هو عبارة عن slope of the calibration curve slope of the calibration curve وهذا الـ slope of the calibration curve dy by dx الـ y هو عبارة عن الـ output والـ x هو عبارة عن الـ input إذن هو التغير بالـ output إلى التغير بالـ input راح نسميه بالـ K أو الـ steady state gain أو sensitivity إذن هذا الـ determination of K يعني عندنا أهم ما يتميز بـ zero order system هو شنو هو الجين الستيدي ستيت جين مثل الستيدي ستيت جين وهذا الستيدي ستيت جين كان بي ديتيرمند باي ذا كاليبريشن فروم ذا كاليبريشن كيرف وهو يمثل لي شنو يمثل لي بالحقيقه السلوب اوف ذا كاليبريشن كيرف اللي هو التغير بالاوتبوت الى التغير بالانبوت شوف هذا الاكزامبل مثلا هنا هذا اللي تشوفوه امامكم فالجهاز بسيط جدا لقياس شنو لقياس الضغط يعني لقياس الضغط تاير مال بايسكل مثلا او تاير سياره تريد تقيس الضغط مالته جيج مال بريشر هذا اوكي شلون دي يكون عندك هذا الجيج مال بريشر بتشوف هذا النفل هذا الانتك فالف هذا نخليه وين على النفل اللي هو يرتبط بالاطار اوكي ايش راح يدخل لنا راح يدخل لنا او راح تحسس لنا شنو الضغط راح تدخل لنا هواء مضغوط هذا الهواء المضغوط بالضغط اللي احنا نريد نقيسه راح ياثر لنا على هذا الجهاز، هذا الجهاز من ايش يتكون؟ يتكون لنا من مكبس تلاحظوا الله شلون هذا المكبس الدائري وبي هذا السم اللي هو الذراع مالته اوكي وهذا المكبس بالحقيقه ده يندفع اجين شنو اجين سبرينج هذا سبرينج تلاحظوا شلون؟ وش اللي راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا هواء مضغوط بضغط مقداره شنو بي اوكي ده يسلط عليه من على الاريا مالت مال هذا المكبس اللي هو من هالوجه هذا اوكي وعندي من الاعلى اكو عندنا هذا مفتوح الى الاتموسفير اكو عندنا هنا قد يكون اكو عندنا ثقب او فشيء يخلي لنا الضغط هنا فوق المكبس شنو راح يكون عندنا ضغط جوي اوكي فبالحقيقه هنا المكبس هذا راح يقع تحت تاثير تو فورسز واحد من عندهم اللي هو عباره عن الاف اللي هو عبارة عن البريشر اوف اير في الاريا مال المكبس وهنا عبارة عن الاف اتموسفير اللي هو عبارة عن الضغط الجوي اللي هو عبارة عن بي اتموسفير مضروب في الاريا العلوية هاي بتلاحظ شلون بعد شكو عندنا اذا عندنا فورس في هذا الاتجاه اللي هو عبارة عن البي في اي وكو عندنا تو فورسز في هذا الاتجاه هذا واحد من عندهم الاتموسفيرك فورس اللي ناتج عن الاتموسفيرك بريشر مالتبلايد باي الاريا الفوق وبعد شو عندنا؟ اكو عندنا السبرنج فورس اللي هي عباره عن الكي واي اللي هي عباره عن الاف سبرنج لاحظوا هذا اندر ايكوليبريم ممكن ان نطلع من عنده شنو؟ انه الكي واي از ايكول تو اف ماينس اف اتموسفير الستاتيك ايكوليبريم راح يعطينا بهالشكل هذا اوكي فلذلك احنا شو نريد قيمه الواي نريد قيمه الواي هذا الاف اللي هو عباره عن الفورس اللي يولدها البريشرايز اير من اسفل المكبس هذا اللي هو عباره عن بي في اي وهذا الاف اتموسفير اللي هو عباره عن
الفورس اللي يولد لها الضغط الجوي من اعلى المكبس راح يكون هو عباره عن البي اتموسفير ملتبلايد باي الاي ايضا، لذلك الاي تكون عندنا عامل مشترك. فاذا قسمت الطرفين على كي راح يصير عندي الاي اوفر كي، هذا الكي هو عباره عن الاستفنس مالت من النابض، الاستفنس مال النابض. اذا اي اوفر كي في البي ماينس بي اتموسفير، هذا هو عباره عن الواي، هذا هو عباره عن الاوتبوت، هذا عباره عن الاوتبوت. الاوتبوت مال الجهاز هو عباره عن بي ماينس بي اتموسفير، فمباشره انطان الاوتبوت بمجرد دخول الانبوت اللي هو عباره عن البريشر. هذا الاي اوفر كي راح نسميه بالستاتيك جين مالت من مال هذا الجهاز اللي هو عباره عن الكي، اللي هو عباره عن الكي. هذا هو عباره عن زيرو اوردر، زيرو اوردر سيستم، وهو الاجهزه البسيطه جدا، الاجهزه البسيطه جدا. عندنا الفيرست اوردر سيستم، الفيرست اوردر سيستم شو وقت نقول على الميجرنج ديفايس هو عباره عن فيرست اوردر، لما نوصل معادله تفاضليه، لما نسوي له موديلنج والموديلنج مالته ينطينا شنو؟ معادله تفاضليه من الدرجه الاولى، يعني تكون عندنا قيمه ان تساوي 1. فاذا كان عندنا المعادله التفاضليه من الدرجه الاولى راح يكون عدد الكونستنت اللي هي عباره عن A اللي هي عباره عن 2 كونستنت اللي هو عباره عن A1 و A0. فلذلك هنا الجنرال فورم مال الفيرست اوردر سيستم راح يكون الجنرال فورم مال الديفرنشال ايكويشن مالته هو عباره عن A1 y دوت زائد A0 y وتزيد تو F of T. هذه عباره عن الجنرال ايكويشن مالت من مال الفيرست اوردر. لاحظوا هنا اذا نقسم كل الاطراف على اي نوت حتى نبقي هاي الواي، زين ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا اي 1 الى اي نوت في واي دوت زائدا هنا راح يصير عندنا واحد، يعني يساوي لنا واي ويساوي لنا واحد على اي نوت في الاف اوف تي، في الاف اوف تي. هذا بالحقيقه اللي هو عباره عن اي 1 الى اي نوت راح نعطيه تسميه نسميها بالتايم ديلي او التايم كونستنت، تايم كونستنت. بينما الواحد على اي نوت اللي هو من الطرف الايمن راح نسميه بالكي اللي هو عباره عن ستاتيك جين اللي ذكرناه قبل قليل. لذلك المعادله التفاضليه مال الفيرست اوردر ميجرنج ديفايس راح تكون عندنا شكلها يعني الستاندرد فورم مالتها هو عباره عن تاو واي دوت زائد واي which is equal to k في f of t، k في f of t. هذا هو عباره عن التايم كونستنت، هذا هو عباره عن شنو؟ الستيدي ستيت جين. اوكي اذا عندنا التاو هو عباره عن اي 1 الى اي نوت، هذا البارامتر تاو كلش مهم عندنا كول ذا تايم كونستنت which provides the measure of speed of the system response. يعني هذا بعض الاحيان نسميه تايم كونستنت، بعض الاحيان نسميه بالتايم ديلي، ايش قد مقدار التاخير اللي راح يصير عندك. يعني على سبيل المثال الثرموميتر اللي استخدمناه لقياس درجه حراره الجسم، كم ثانيه انتظر؟ اكو بعض الاجهزه تنتظر 5 ثواني، اكو بعض الاجهزه لا، مره ثانيه ثانيتين ينطيك القراءه. شو الفرق ما بين الاول ابو 5 ثواني والتاو؟ بالحقيقه كل ما يكون التاو قليل كل ما تحصل على سبيد اوف ريسبونس عالي، يعني كل ما توصل الى الستيدي ستيت اسرع، زين كل ما يكون عندك التاو قليل. هذا احنا نسميه بالتايم ديلي، وهذا دائما نحاول ان نقلل من عنده بالمنظومات مالتنا. يعني مثل ما قلت لك انه الثرمومتر ممكن يطيق خلال فتره 5 ثواني او ممكن يطيق خلال ثانيتين او 3 ثواني، فطبعا ابو 3 ثواني نتيجه اسرع خلينا نقول هو افضل بالنسبه لي. هذا هو اللي تايم ديلي مال تقليل او التايم كونستنت مال تقليل. قبل ما نشوف شلون نقلل من التايم كونستنت والهذي راح نعرف شنو معنى شلون نقيس التايم كونستنت او شنو معناه بالحقيقه. يعني بالحقيقه هذه المنظومه اللي هي الفيرست اوردر راح ندرس البيهيفير مالتها لما يكون عندنا قيمه الاف اوف تي، لما يكون عندنا قيمه الانبوت عبارة عن step input. هذا هو step input معه. هذا طبعا هذا كان رفيقكم الدائم بالفصل الأول بالكنترول. هذا عبارة عن step input.
شنو الثيرد انبوت؟ هذا التعريف الرياضي مالته، ممكن نمثله بهالشكل هذا. الـ A في U of T is equal to 0 for time T is equal أقل أو يساوي لنا 0. تلاحظ شلون؟ والـ A U of T is equal to A، تلاحظ شلون؟ is equal to A at time T is equal to greater than 0. هذا هو تعريف الـ step input. طبعا واحد من اشهر الشغلات اللي موجوده عندنا هو اليونت ستيب انبوت. لاحظوا هذه اليونت ستيب، لما تكون عندنا قيمه الاي تساوي لنا واحد هذا راح نسميه باليونت ستيب انبوت. ممكن يكون عندنا قيمه الاي تساوي لنا 2 3 وتبقى، بس عندنا اليونت ستيب واحده من السيجنالز المهمه بالنسبه للعمليات الفحص والمنظومات هذه. اذا كانت قيمه الاي تساوي لنا واحد راح نسميه باليونت ستيب انبوت. إذا المنظومة هذه اللي هي الـ First Order بكلاشون واللي General Equation مالتها هي تاو واي دوت زايد ان واي يساوي لنا F of T، هذا الـ F of T is equal to عفوا K في F of T بكلاشون K في F of T، هذا الـ F of T is equal to Step Input اللي هو عبارة عن A U of T. أوكي A راح يكون عندنا نكتب المعادلة بهالشكل هذا. اذا هنا بالحقيقه راح نقدر نشوف انه الريسبونس مالته راح يكون عندنا بهالشكل هذا، الواي اوف تي هي كو تو كي اي زائد واي نوت ناقصا كي اي في اي تو باور ماينس تي الى التاو. لاحظ هذه الواي نوت شنو معناتها؟ لاحظوا بالحقيقه هذه هي عباره عن الواي نوت، هذه الزيرو اللي تشوفوها ممكن نقول عليها عباره، اذا اعتبرنا هذا عباره عن الواي نوت والواي انفينيتي بالنسبه لليونت ستيب انبوت راح يكون عندنا الواي نوت يساوي لنا 0، الواي انفينيتي يساوي لنا 1. اذا هذا هو عباره عن الريسبونس مالت من مال فيرست اوردر، هذا عباره عن جنرال ريسبونس اوف ذا فيرست اوردر سيستم اللي بيكون عندنا بيه شنو؟ اللي بيكون عندنا بيه الانبوت هو عباره عن ستيب انبوت. ستيب انبوت اوكي؟ ستيب انبوت هذا انتم اخذتوه بالكنترول وعرفتوا شلون تطلعوا. اوكي هذا الريسبونس اذا تباعون عليه بي تو تيرمز من الحقيقه، هذا التيرم الاول اللي ما بيعتمد لي على التايم اللي راح تسميه بالستيدي ستيت ريسبونس. اوكي وهذا التيرم الثاني اللي هو بيعتمد لي عليه من بيعتمد لي على التايم واللي راح تسميه بالترانزنت ريسبونس. اذا لاحظ هذا الترانزنت ريسبونس كل ما التايم تي جوز تو انفينيتي راح يكون هذا التيرم جد يساوي الصفر. يعني الترانزينت ريسبونس يختفي عندي بعد مرور فتره من الزمن، هذه الفتره من الزمن راح تسميها تايم تي از ايكوال تو انفينيتي. يعني اذا عوضنا عن التي بالانفينيتي هنا راح يكون عندنا قيمه هذا التيرم يساوي الصفر، فيبقى لنا فقط الستيدي ستيت تيرم اللي هو عباره عن كي اي اللي هو عباره عن الانبوت مالتنا. زين اذا هنا بالحقيقه الواي اوف تي انتري تايم ريسبونس اللي هو عباره عن الاوتبوت انديكيتد باي ديسبلاي ستيج اوف ذا سيستم، هذا وعدنا الاوتبوت. يعني التايم ريسبونس بالحقيقه هو القيمه اللي راح يوضح لنا اياها جهاز القياس، واحنا مو عندنا جهاز القياس وعندنا ديسبلاي. اوكي القيمه اللي راح تتوضح على الديسبلاي هو راح نسميها التايم ريسبونس. الكي اي steady state response of system، ولهذا الثاني التيرم الثاني راح يسموه بالترانزنت ريسبونس. بالامكان انه نستخدم الايرور فانكشن. الايرور فانكشن قبل لا نستخدم الايرور فانكشن خلينا نعرف شنو معنى الايرور وشنو معنى هذا هو عباره عن الريسبونس مالتنا. اذا تلاحظون هذا هو عباره عن الريسبونس. شوف عندنا الفيرست اوردر اللي يتعرض لنا الى ستيب انبوت، الستيب انبوت السترينث مالته هي عباره عن كي في اي. اوكي البيهيفير مالته ويا التايم تلاحظون راح يكون على شكل اكسبوننشال بهالشكل هذا الى ان نوصل الى فتره زمنيه معينه راح يكون عندنا الاوتبوت بالحقيقه هو نفس الانبوت تلاحظون هنا اللي راح نسميه التايم تي في كنترول فيتي. التايم تي في كنترول فيتي يعني شنو؟ الجزء الثاني من السوليوشن راح يبتدي يختفي بعد مرور هنا مثلا فتره 5 ثواني على سبيل المثال. اوكي وبعد ذلك راح تستمر فقط عندنا شنو؟ راح يستمر عندنا فقط الفيرست
بارت من السوليوشن اللي هو للريسبونس اللي هو عباره عن ستيدي ستيت ريسبونس. يعني عند ما يكون عندنا قيمه الواي تساوي من الكي اي، يعني صار عندك الاوتبوت والانبوت اثنيناتهم تقريبا نفس الشيء، يعني الايرور مالتهم يكون زيرو او راح يكون عندنا او قريب الى الزيرو. مثل ما تعرفون انه ماكو عندنا ايرور يساوي من الزيرو، لانه دائما اكو عندنا ما نسميه بالستيدي ستيت ايرور، اكو عندنا فد ايرور وذن ليميت، يعني معروفه هاي بالنسبه لنا. اذا هذا هو معنى الريسبونس. نتلاحظون من الجهه الاخرى اقدر اعبر عن هذا الريسبونس بالايرور فانكشن. يعني شنو بالايرور فانكشن؟ يعني في بدايه تشغيل المنظومه، في بدايه تشغيل المنظومه مقياس ماتي راح يكون عندي الايرور يساوي 100%، راح يكون عندي الايرور يساوي 100%. شنو معنى الايرور 100%؟ يعني معناه الاوتبوت تماما ما يشبه الانبوت، الاوتبوت تماما يختلف عن الانبوت، تماما يختلف عن الانبوت. بحيث اذا اطرح الاوتبوت من الانبوت ايش قد يعطيني؟ يعطيني مقدار ايرور 100%. اوكي، وهذا الايرور بالحقيقه راح يستمر بالنزول بالنزول الى ان اوصل الى فد تايم تي زيكو تو انفينيتي. عند ما تكون يعني شوف هنا تايم زيكو تو انفينيتي لما كانت 5 سكند، بتطلع شلون؟ لما وصلنا الى الفرق راح يكون عندي الايرور يساوي لي زيرو، الايرور يساوي لي زيرو. يعني شو معناته؟ معناه حصلت على الريسبونس مالتي اللي هو انه الاوتبوت يساوي لي شنو الانبوت. يعني هذا اذا احيلكم الى المثال مال السبلت يونت اللي يعني بالتكييف مثلا، انت اول ما تنطي الانبوت مالتك انه تقول اريد درجه الحراره 18، بينما الانفايرمنت اللي موجود عندك هو درجه حرارته بحدود 30 درجه مئويه. فلما تطرح يعني في بدايه التشغيل لما يكون عندك درجه حراره الانفايرمنت، درجه حراره الغرفه هي 30 والشيء اللي تريده انت هو 18، فالفرق بحدود ايش قد؟ بحدود 12 درجه. يعني شلون نقول عندنا الايرور بالماكسيم تقريبا ايرور 100%. بعد ذلك ونتيجة لعمل المنظومة ايش راح يصير عندك؟ هذا الايرور راح يتقلص، يبتدي يتقلص، يعني يصير عندك الفرق بدل 12 يصير 10، بعدين يصير 8، بعدين يصير 6، الى انه ورا فترة زمنية معينة. هذه الفترة الزمنية قد تطول او قد تقصر حسب نوعية الجهاز اللي انت مستخدمه. نطلع شلون؟ راح تكون عندي قيمة الايرور تساوي لزيرو، وهذا اللحظة اللي راح يفصل بها الموتور عندك مال السيفليت يونت. اوكي، هذا يعني في التعبير عن يعني تقدر تشوف شنو معنى الايرور. فهذا هو عباره عن الايرور فانكشن. في بدايه التشغيل بيكون عندي الايرور تقريبا 100%، وهذا الايرور فانكشن شلون نعبر عنه؟ نعبر عنه بالواي اوف تي ناقصا واي انفينيتي. شوف الواي اوف تي هو شنو؟ يعني الاوتبوت مال المنظومه ات اني تايم تي، ات اني تايم تي. لاحظ هذا التايم تي زيكو تو زيرو، هذا التايم تي زيكو تو واحد، بتلاحظ شلون؟ التايم تي زيكو تو واحد، اوكي؟ هذا التايم تي زيكو تو اثنين، التايم تي زيكو تو 0.5 مثلا، التايم تي زيكو تو 3 على 2، بتلاحظ شلون؟ إذا هذا عبارة عن الواي اوف تي قيمة الأوتبوت ات اني تايم تي، ناقصا الواي انفينيتي، ها هي عبارة عن الواي انفينيتي، بتلاحظ شلون؟ ناقصا على الواي نوت، لاحظ هذه عباره عن الواي نوت. زين، ناقصا الواي انفينيتي از ايكوال تو الاكسبوننشال تيرم اللي هو عباره عن ماينس تي اوفر تاو. هذه المعادله مهمه جدا 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 بالنسبه لك، خليها على بالك. ما بيها شيء، الايرور فانكشن يساوي لي اي تو باور ماينس تي اوفر تاو. زين، وفي بعض الاحيان تحتاج الى هذه الواي اوف تي الاي الواي في اي لحظه من اللحظات ناقصا الواي انفينيتي على الواي انفينيتي ناقصا الواي نوت، او الواي نوت ناقصا الواي انفينيتي، واي نوت ناقصا الواي انفينيتي. هذا نسميها بالايرور فانكشن، هذا نسميها بالايرور فانكشن. اذا عندنا ريسبونس ممكن نمثله بهذه الطريقه، ممكن نمثله بالايرور فانكشن، وهذه هي يمكن الأكثر شيوعا اللي راح نستخدمها ان شاء الله بحل المسائل مالتنا. هذا يمثل لك هسه شنو معنى التاو، شنو معنى التاو، شنو معنى التايم كونستنت. التايم كونستنت
هو الزمن اللي لازم حتى يصير عندي ريسبونس في الحقيقة يساوي 63%، يساوي 63%. مش وقت مقدار الاوتبوت يساوي 63% من الانبوتس، هذا راح تسميه هو التاون. شنو معناته انه الريسبونس يساوي 63%؟ معناه انه مقدار الايرور يساوي 36.8. يعني انا اذا واصل 63% من الريسبونس معناه اكو عندي فرق ما بين الاوتبوت والانبوت مقداره زين، مقداره تقريبا 37%، يعني 36.8. اوكي، اذا هذه اللحظه اللي يكون بيها الاوتبوت يساوي لنا 63% من الانبوت راح نسميه بالتاو، راح نسميه بالتايم كونستنت. يعني هذا التايم اللي دي يكون عندي بيه الريسبونس يساوي 63% راح تسميه بالتايم كونستنت. لما يكون عندي الريسبونس يساوي 63% او الايرور يساوي 37%، او الايرور يساوي 37%، اثنين نفس التعبير. هذا التايم اللي دي يصير عندي بيه الشيء هذا راح تسميه بالتايم كونستنت. ما نتمنى هاي المنظومه. ثانيا اذا هذا هو عباره عن ملاحظه هاي تثبت تايم ريكوايرد فور ذا سيستم تو ريسبوند 63.2% اوف ستيب انبوت. زين، وهذا التايم كونستنت نرجع ناكد اتس ا ميجر اوف هاو كويكلي ا فيرست اوردر ميجرمنت سيستم ريسبوند تو ا تشينج ان انبوت. يعني سرعه الاستجابه تعتمد عليه من على قيمه التاو. اذا قيمه التاو عاليه معناه سرعه الاستجابه مال المنظومه قليله، واذا كانت التاو قليله راح تكون سرعه الاستجابه عاليه. اوكي، اذا هنا باوعنا percentage of response 1 ماينس الايرور، 1 ماينس الايرور في 100%، 1 ماينس الايرور يعني احنا عندنا 1 ناقص 36.8 خلينا نقول راح يطلع لنا 63 بوينت كذا. هذا هو عباره عن الريسبونس في البرسنتج. هذا لما يكون عندنا التايم يساوي لنا تاو. وتقدر تطلع، ايش قد قيمه الريسبونس. يعني مثلا عندك الجهاز الثرموميتر هذا اللي وضعته تحت اللسان، عندنا طول لنا 5 ثواني على ما وصل الى الستيدي ستيت، اللي هو من يوصل الى الستيدي ستيت احنا نروح ناخذ القراءه مالتنا، من يوصل الى الثيرمال ايكوليبريم ناخذ القراءه مالتنا. زين، بالثانيه الاولى ايش قد كان يقرا؟ نقدر نطلعه. بالثانيه الثانيه ايش قد كان يقرا؟ او بالثانيه الثالثه ايش قد كان يقرا؟ وهكذا. زين، نقدر نعرف ايش قد. اذا نقدر نعرف ايش قد مقدار البرسنتج اوف ريسبونس عن طريق معرفه شنو؟ مقدار معرفه الايرور. او بالحقيقه اذا نريد نعرف ايش قد مقدار الريسبونس خلال الثانيه الاولى او الثانيه الثانيه او الثانيه الثالثه، نعوض عن قيمه تي بما يساويها. يعني اذا كانت التي تساوي لنا 1 سكند، ايش قد قيمه الواحد الواحد سكند؟ نقدر نعوض عن التي هنا بما يساويها بمعلوميه التاو. طبعا لازم نعرف ايش قد مقدار التاو مال هذه المنظومه، فنقدر نعرف ايش قد مقدار الواي ات تايم تي ايكوال تو 1 سكند، او الواي ات تايم تي ايكوال تو 2 سكند، او وات ايفر. تلاحظ شلون؟ في اي لحظه. إذا عندنا التعبير هذا اللي هو عبارة عن تايم كونستنت، أيضا الدايناميك كاركترستكس مال منظومة القياس تعتمد لنا على فت بارامتر آخر احنا اللي نسميه بالرايت تايم. هذا الرايت تايم طبعا هذه التو كلها ماخذين بالكنترول، طالعين بها بالكنترول، احنا بدنا نطبقها عليه من بدنا نطبقها عمليا عليه من على المجرمنت ديفايس أو المجرمنت سيستم. لاحظوا الرايت تايم بالحقيقة شنو معناته؟ معناه الوقت اللي راح يصير عندك به الريسبونس اللي هو الاوتبوت يساوي 90% من الانبوت. هذا اللي راح تسميه بالرايت تايم. الرايت تايم is the time required for a system to respond 90% of the step input. شوف هنا هذا الريسبونس بالحقيقه، هنا بالحقيقه وصلنا الى 63% من الانبوت. ايش وقت نوصل الى 90% من الانبوت؟ هذا اللي راح نسميه بالرايت تايم. هذا هو اللي راح نسميه الرايت تايم بالنسبه للانبوت. How to determine tau determination of tau، بس نعرف هذه
الايرور فانكشن هذا اللي طلع كابا اوف تي، هذا كان ايرور، الايرور فانكشن اللي هو ايه هذا يساوي اي تو باور ماينس تي اوفر تاو. اذا ناخذ لن الطرفين، اذا ناخذ لن الطرفين زين راح نقدر نحصل على لن اوف ذا ايرور فانكشن از ايكوال تو ماينس تي اوفر تاو، ماينس تي اوفر تاو. فنقدر نسوي ديترمينيشن من دي ال تي، معناه اللين اوف ذا ايرور فانكشن از ايكوال تو ماينس تي اوفر تاو، هذا ماينس تي اوفر تاو، هذا بدلاله اللين وهذا بدلاله اللوج تو ذا بيس 10. اللين يساوي 2.3 لوج تو ذا بيس 10 اوف كابا، اوكي؟ اعتمد على اللين انت، لين الايرور فانكشن اخذ لين الطرفين وطلع قيمه ايش قد مقدار التاو، ايش قد مقدار التاو. شوف هنا عندنا هذا المثال، ما اعرف اكو سؤال لحد هنا رجل طلاب؟ طلاب؟ واضح دكتور، ان شاء الله نستمر واضح دكتور واضح ان شاء الله باذن الله تعالى. شوفوا هذا المثال اخواني، ايضا راح نجيبه على الترموميتر لانه الترموميتر قريب عليكم كلش. لاحظ هذا الترموميتر من ايش يتكون؟ يتكون من المستشعر، هذا المستشعر مالتنا اللي هو عباره عن البلب، تطلع شلون؟ هذا البلب بداخله اكو شنو؟ بداخله اكو ليكويد، داخله اكو ليكويد، هذا الليكويد قد يكون زئبق، قد يكون مي، قد يكون كحول، قد يكون وات ايفر. العمليه الفيزيائيه اللي تخلينا هذا الثرموميتر يشتغل هو شنو؟ هو وجود ديفرنس ان تمبرشر ما بين الاوتسايد زين والانسايد مالته. ايش راح تصير عندنا؟ راح تصير عندنا عمليه انتقال حراره. تطلع شلون؟ راح تصير عندنا عمليه انتقال حراره. اذا عندنا هنا حراره ناتجه عن شنو؟ ناتجه عن فرق في درجات الحراره هنا ما بين الانفيرمنت وما بين السطح هذا، اوكي؟ راح تنتقل الحراره، وين راح تروح؟ راح تروح الى الماتيريال اللي موجود هنا اللي هو عباره عن الليكويد اللي موجود هنا. بس راح تعمل على رفع درجه حرارته، ليش؟ لانه هذا الليكويد اللي موجود بداخل البلب الى مواصفات، الى كتله، الى هيت كاباسيتي، مثل شلون؟ معينه. فعندنا العمليه بالحقيقه اللي بتصير عندنا شنو؟ اكو عندنا عمليه هيت ترانسفير، مثل شلون؟ اذا باوع الهيت ترانسفير هذا الدي اي باي دي تي، يعني التغير بالانرجي هنا ستورد، بتطلع شلون؟ ويا التايم اللي راح نسميها بالكيو دوت، بتطلع شلون؟ راح تمثل لنا بالحقيقه او تساوي لنا مثل ما دارسين انتم بالهيت ترانسفير، هي عباره عن ام سي في دلتا تي وذ ريسبكت تو ذا تايم. يعني الام اللي هي عباره عن كتله الليكويد اذا كان زئبق او كان ووتر او اذا كان كحول، كل واحد من ذولا لهم شنو؟ لهم ماس. ليش هذا الماس؟ يعتمد لنا على الرو، على الفوليوم، بتاع شلون؟ هاي وحده. السي في هو عباره عن مواصفه خاصه بالزئبق، السي في مالته يختلف عن الووتر، يختلف عن الكحول وهكذا. وعندنا نتيجه الانتقال من درجه الحراره راح يصير عندنا تشينج بي من هذا التمبرتشر اللي هو التي وذ ريسبكت تو تايم، اوكي؟ زين انتقال الحراره شلون يكون عندنا؟ يكون عندنا عن طريق الكونفكشن اللي هو اتش اي اس دلتا تي. لاحظ هذا عباره عن السيرفس اريا، اوكي؟ وعندنا هذا السيرفس الاريا او بالحقيقه السيرفس هذا في درجه حراره معينه، و الانفايرمنت ايضا درجه حراره معينه. لذلك عندنا اتش في اي سيرفس اللي هي ترانسفير كوفيشنت في السيرفس اريا في تي انفينيتي ناقص عن تي اوف تي. زين الفرق في درجات الحراره هذه. لذلك انا على الكيو دوت اللي عبرنا عنها بالام سي بي دوت، يعني الهيت ترانسفيرد از ايكوال تو هيت ستورد، يعني الحراره المنتقله اللي هي هذه از ايكوال تو هيت ستورد. فعبرنا عن الحراره المنتقله، بتلاحظون شلون؟ اللي هو ايه هذا، وهذه هي الحراره اللي هي المخزونه بداخل الماتيريال، اوكي؟ فلذلك هي ام سي بي دي تي باي دي تي، اوكي؟ از ايكوال تو اتش اي اف في التي انفينيتي ناقصا التي اوف تي، اوكي؟ وهذه المعادله ممكن انه نكتبها شنو؟ احنا طبعا نريد الريسبونس بالحاله هذه. الواي مالتنا بالحقيقه هو عباره عن التمبرتشر، مو شكل نعرف ايش مقدار التمبرتشر. فهذا هو عباره عن الاوتبوت مالتنا،
2 بلس M الحقيقة، نريد نعرف ايش قد مقدار 2 بلس M. فلذلك هنا نقدر نكتب المعادلة انه كل شيء بي تي نحول الى شنو؟ الى الطرف الايسر، وكل شيء بي تي انفينيتي وين يوديه؟ للطرف الايمن. تلاحظ شلون؟ فلذلك الام سي بي دي تي باي دي تي زائدا، شوف هذا هنا ناقص راح نحوله الى هنا، راح تساعدنا اتش اي اس. هذا التي بالحقيقه راح نكتبه تي اوف تي ناقصا التي انيشال اللي هو زيرو. فهذا التي انيشال تي زيرو قد تكون هي زيرو او قد تكون شنو؟ قد تكون لها في قيمه معينه. نطلعها شلون؟ يساوي لنا اتش اي اس في اللي عباره عن اتش اي اس في التي انفينيتي ناقصا التي اوف زيرو في اليو اوف تي. احنا باعتبار شنو؟ باعتبار هذا الجهاز بالحقيقه اللي هو ثرموميتر صار بالانبوت مالته هو بالشكل التالي. اولا يقول لك هذا الدريفيشن مال المعادله التفاضليه، هذا اللي تطرقنا له هسه. بس هي المساله شو تقول؟ تقول سبورت ابونت ثرموميتر اوريجينالي ات 20 ديجري سنتيجريد. بالبدايه كان ب 20 ديجري سنتيجريد لما كان برا، بعدك ما مستخدمه، بعدك ما مخليه تحت اللسان. اوكي، صدر لي اكسبوز تو افلويد تمبرتشر اوف 37، يعني اخذنا الثرموميتر من درجه حراره 20 وخليناه بدرجه حراره 37. الحقيقه احنا سوينا عليه ستيب انبوت. هذا الستيب انبوت اللي هي شلون نقول تي نوت تساوي لنا 20 والتي انفينيتي مالتنا ايش قد تساوي لنا 37. زين تساوي لنا 37. اذا هنا سبورت ابل ثرموميتر اوريجينالي ات 20 ديجري سنتيجريد استدل لي اكسبوز تو فلويد تمبرتشر اوف 37 ديجري سنتيجريد. اولا ديفلوب ا موديل ذات سيميوليت ذا ثرموميتر. شفت شلون سوينا عمليه السيميوليشن عن طريق الثيرمال ايكوليبريوم، انه الكيو دوت تساوي لنا يعني الحراره المنتقله الى الفلويد مال الثرموميتر تساوي لنا الحراره اللي راح تاخذها من الداخل هذا الفلويد، فطلعت لنا معادله تفاضليه من الدرجه الاولى. معناها انه الثرموميتر بالحقيقه هو فيرست اوردر ميجرمنت سيستم. بعدين كالكوليت 90% رايز تايم ان تيرمز اوف تي اوفر تاو. ان تيرمز اوف تي اوفر تاو ايش قد مقدار الرايز تايم؟ يعني اذا نقول كالكوليت 90% رايز تايم معناه 90% رايز تايم معناه الايرور مالتنا ايش قد يساوي لنا؟ يساوي لنا 10%، لان هاي 90% تمثل لي الريسبونس. اوكي، فالايرور بالحقيقه تمثل لي 10%. اذا احنا ايش صار عندنا؟ صارت عندنا المعادله التفاضليه اللي تمثل لنا الثرموميتر هي معادله من الدرجه الاولى. لذلك اذا هنا اذا كان عندنا الانيشال كونديشن ار ايكوال تو زيرو، شلون ممكن كتابه المعادله بهالشكل هذا؟ يعني انا اذا كان عندنا الانيشال كونديشن اللي هو تي نوت از ايكوال تو زيرو، اوكي هذا زيرو، اوكي ممكن انه تنكتب المعادله بهالشكل هذا. وهذه هي المعادله راح نقارنها بالجنرال فورم. هذا هو الجنرال فورم مالتنا. لاحظ شلون؟ شوف هنا أنا بالحقيقه راح نقسم كل الاطراف، راح نقسم كل الاطراف على شنو؟ انه نخلي دائما التي اوف تي اللي هو عباره عن الريسبونس مالتنا اللي هو عباره عن الاوتبوت، المعامل مالته يساوي لنا واحد، فنقسم كل الاطراف على هذا المعامل مالته اللي هو عباره عن اتش اي اوفر اس، اتش اي اوف اس. لذلك هنا عندنا ام سي بي على اتش اي اف في الدي تي باي دي تي زائدا التي اوف تي يساوي لنا تي انفينيتي. هاي لما يكون عندنا الانيشال كونديشن كلها ايش قد تساوي لنا زيرو. فلذلك هذا التيرم بالحقيقه اذا تلاحظون هذا التيرم هو عباره عن التاو. لذلك المنظومه اللي هي عباره عن الثرموميتر التاو مالتها بيكون عباره عن خليط من شنو؟ من الماتيريال اللي هو الماس مال الماتيريال، الفيزيكال بروبرتيز مال الماتيريال سي بي، اوكي اللي هي ترانسفير كوفيشنت، السيرفس اريا. اذا تلاحظون لاحظ كل ما يكون عندنا الهيت ترانسفير كوفيشنت عالي وكل ما يكون عندنا السيرفس اريا عاليه، ايش راح يكون عندنا قيمه التاو؟ قيمه التاو قليله. لاحظ ام سي في على هالمقدار، هذا اذا كان كبير راح يكون هذا كله شنو؟ قليل، يعني التاو ده يكون عندنا قليل. وبالعكس اذا كان هذا كبير، اذا كان هذا قليل الاتش قليله والاي قليله، بتلاحظون راح يكون عندي قيمه التاو كبير. هذا هو اللي نقول عليه انه اكو عندك جهاز يكون عندك ال ال تايم ريسبونس مالته سريع، واكو عندك لا بطيء. البطء يكون باختيارك لهالبارامترز هذه. يعني على سبيل المثال
أنا أتوقع سرعة الاستجابة مال الثرموميتر لما يكون عندي بيه كحول، لما يكون عندي بيه كحول هو أسرع مما لو كان عندي بيه شنو، كان عندي بيه زئبق. ليش؟ لأن الزئبق إذا أضعه على الماس مالته راح تكون أكبر من الكحول بكثير. يعني الكحول إذا عندي أنا راح أعطيني ماس صغيرة راح يعطيني بالأوفر أول راح يعطيني تاو قليلين، يتلاشون، بينما الزئبق بالعكس راح يكون عندك الماس مالته كثيرة، بينما الكثافة مالته عالية راح يعطيني تاو كبير جدا. فأتوقع إنه عندي بطء شديد في القراءة من هذه الأجهزة اللي تستخدم لي شنو؟ تستخدم لي الزئبق عن الكحول. هذا هو المفروض في فول مارتمن مال التاو. مال التاو نرجع إلى مسألتنا، هذا عبارة عن تاو، والكي باو عنانا هذا عبارة عن الكي، كي تساوينا واحد بالها كي في الاف اوف تي، الاف اوف تي هي عبارة عن هذا، اوكي؟ فالكي يساوينا واحد، هذا هو عبارة عن الريسبونس مالتنا. دايركت كومباريزن وذ ايكويشن 9 اللي هو مال الريسبونس بالتايم دومين، راح يكون عندنا الواي اوف تي يساوينا كي واي نوت ناقصا كي اي في اي تو باور ماينس تي اوفر تاو. يعني الواي اوف تي بالحقيقة ايش راح تساوي لي؟ الواي اوف تي راح تساوي لي تي اوف تي، اوكي؟ تساوي لي تي اوف تي. هذه الكي اي بالحقيقة تساوي لي تي انفينيتي. فهو هنا الانبوت وين هذا؟ على العموم احنا عندنا الانبوت مالتنا بالحقيقة اللي هو عبارة عن السب انبوت، قلنا من 20 الى 37 نطلع شلون؟ لاحظ فالتي انفينيتي اللي نريد نوصل لها هي 37، اذا هي عبارة عن التي انفينيتي. زين؟ زين؟ زائدا الواي نوت اللي عبارة عن التي نوت، والتي نوت بهالحالة هذا راح تمثل لنا شنو؟ تمثل لنا ال 20 درجة مئوية. زين؟ تي نوت ناقصا تي انفينيتي. تي نوت هنا راح تكون عندنا من 20 الى 37، نقلنا الثرموميتر من درجة حرارة 20 الى 37. يعني ارجوك انه تتخيل الستيب انبوت بدت عندنا من ال 20 وانتهت عندنا بال 37، يعني المسافة ما بين ال 20 وال 37 هي 17 درجة. تطلع شلون؟ 17 درجة. لذلك هنا تي اوف تي ايكوال تو تي انفينيتي اللي هي عبارة عن كي اي هذه زائدا تي نوت ناقصا تي انفينيتي في اي تو باور ماينس تي اوفر تاو. لاحظ هنا تي انفينيتي 37، التي نوت هنا عبارة عن 20 ناقصا التي انفينيتي اللي هي عبارة عن 37، ف 20 ناقص 37 يطلع لنا ناقص 17 في اي تو باور ماينس تي اوفر تاو. هذا هو عبارة عن الريسبونس. فتقدر تقول خلال الخمس ثواني الاولى على سبيل المثال، يعني خلينا نفترض انه اذا اردت اقول ورا خمس ثواني ايش قد كانت قراءة الثرموميتر على سبيل المثال، راح اقول تي 5 سكند راح يساوي 37 ناقصا 17 في اي تو باور، هذا التايم راح يساوي لنا 5 مقسوم على تاو. لازم التاو يكون عندك معلوم حتى تعرف ايش قد قيمة هذا بالضبط، ايش قد قيمتها بالضبط، ايش قد قيمتها بالضبط. زين هنا أنا بالحقيقة لما نريد نعرف ايش قد قيمة التاو، ايش قد قيمة التاو، التاو نقدر نعرفه انه لما يوصل الريسبونس مالتنا 63% من الاوتبوت مالتنا من الانبوت، العفو يعني لما يوصل الاوتبوت مالتنا 63% من الانبوت، الانبوت اللي عندنا هو مالتنا هو من 20 الى 37 يعني 17، 63% من ال 17 هذا ايش قد تساوي لنا؟ تساوي لنا بحدود 10 10 10 7 1. يعني تخيل انت عندك درجة الحرارة 20 هذا عبارة عن التي نوت، درجة الحرارة الفاينل اللي هي 37 اللي هي عبارة عن التي انفينيتي، فما بين التي انفينيتي الى التي نوت ايش قد يكون عندنا الفرق؟ يكون عندنا الفرق 17. هذا بالحقيقة التاو، التاو ايش قد يساوي لنا؟ التاو يساوي لنا 63% من هذا، من هذا الانبوت، يعني 63% من 17 درجة اللي هو 10.7. يعني ايش قد راح تكون درجة الحرارة في الحالة هذه؟ راح تكون هي 10.71 ديجري سنتيغريد. إذا أضيفها فوق ال 20 يعني 20 زائد 10.71 ديجري سنتيغريد راح تكون هي هاي درجة الحرارة عندما تكون عندي التايم يساوي لي تاو، عندما تكون التايم يساوي لي تاو. زين ايش قد مقدار الرايس تايم بالحقيقة؟
راح يكون عنده قيمة الايرور يساوي 10%. يعني هنا انا اخذنا 10% بارت 1 3 تو بار ماينس تي اوفر تاو، زين اخذ اللين مال الطرفين لين بوينت 1 يساوي لي ماينس تي اوفر تاو، هذا هو عبارة عن الرايت تايم دلالة من دلالة التي اوفر تاو مثل ما رايت اعتقد اذا ترجعون ان شاء الله وبالتفصيل المر راح تشوفون انه مثلا كلش بسيط ما تحتاج الى انا هذا بس انا شنو قاعد نوضح واي شيء تحتاجونه موجود ان شاء الله باكر بالكليه واعتقد خلال اسمع هذا اكثر من يوم راح اكون موجود. بالاضافه الى الستيب انبوت راح ناخذ الريسبونس مال هذه المنظومه اللي هي عباره عن فيرست اوردر تو ذا بيريودك فانكشن. البيريودك فانكشن اللي نقصد بالبيريودك فانكشن هو هذا ال f of t تساوي لنا k a sin omega t sin omega t. يعني اذا كان عندنا الانبوت هو عباره عن ساين ويف وذ امبليتود اللي هو عباره عن k a هذا تلاحظ شلون وفريكونسي مقداره اوميجا، فلذلك هنا راح تكون عندنا المعادله او الديفرنشال ايكويشن الستاندرد هي عباره عن تاو واي دوت از ايكوال تو k a sin omega t. تاو واي دوت از ايكوال تو هذا المقدار مالتنا والانيشال كونديشن از ايكوال تو واي نوت. طبعاً أنا الresponse مال الفيرست أوردر، الresponse مال الفيرست أوردر لما يكون عندك الانبوت مال التساين ويب راح تكون عندنا في الشكل هذا اللي طبعاً أنا إذا راح تقسم لنا قسمين هذا ترانزينت تير ترانزينت ريسبونس وهذا عبارة عن ستيدي ستيت ريسبونس. لاحظ هذا التير راح يكون قيمة التساين صفر لما تكون تي زيكو تو انفينيتي تير لما تكون عندنا قيمة تي equal to infinity. هذا ممكن كتابته بالشكل التالي لاحظوا هذا البي هو عبارة عن هذا المقدار اللي هو يعني KA على جذر واحد plus omega tau كل كمية تربية هذا ممكن نسميه بالبي of omega which is a function of omega وعندنا الفاي of omega is equal to tan inverse omega t هذا ممكن نسميه بال هذا راح نسميه بالamplitude ratio amplitude ratio وهذا عبارة عن الفيز لاحظ هذا البي هو عبارة عن الامبليتيود اوف ذا ستيدي ستيت ريسبونس اند الفاي ريبريزنت ذا فيز شيفت. لاحظوا اذا كان عندنا الانبوت الفيرست اوردر هو عبارة عن ساين ويف اللي هو هذا تلاحظون شلون هذا السوليد لاين هذا فنتوقع الاوتبوت مالتنا زي يكون ايضا ساين ويف بالشكل هذا بس هذا الساين ويف ايش فيه؟ الامبليتيود مالته اقل الامبليتيود مالته اقل مثل ما شلون واكو عندنا بي فيز شيفت اكو عندنا بي فيز شيفت مقداره بي هذه الفيز شيفت بالحقيقه هي اللي راح تحدد لنا سرعه الاستجابه بالنسبه للانبوت هنا راح تحدد لنا سرعه الاستجابه هذه الفيز شيفت بالحقيقه هذه مثل ما شلون هذا البيتا اللي هي عباره عن التايم كونستنت في حاله كان عندنا الانبوت هو عباره عن ساين ويف راح تمثل لنا الفاي اللي هي عباره عن الفيز نقول مقسوم على من على الفريكونسي اللي هو عباره عن الاوميجا الفاي اوفر اوميجا فاي اوفر اوميجا. اذا بالامكان كتابه هذه المعادله اللي هي عباره عن الريسبونس مثل ما شلون بدلاله من دلاله البيتا اللي هي عباره عن التايم ديلي بهالحاله هذه لذلك الساين اوميجا تي بلس فاي ممكن نكتبها انه ساين اوميجا تي فاي اوفر اوميجا يعني نضرب هذا طلع اوميجا خارج قوس اوكي راح يصير عندنا تي فاي اوفر اوميجا هذا الفاي اوفر اوميجا زي كوتو بيتا 1 اذا الاوتبوت راح يكون عندنا هو ساين اوميجا في تي بلس بيتا 1 بيتا 1 فاليو اوف بيتا 1 will be negative indicating that the time shift is a delay يعني دائما عندنا الاوتبوت يعني يتاخر عن الانبوت بمقدار بيتا بمقدار بيتا هذا هو القصد. لذلك هنا يا اخواني بالنسبه لل شو اسمه بالنسبه للمنظومات اللي يكون عندنا بها الانبوت الانبوت بها ذا فانكشن اوف فريكونسي راح نسوي له بالحقيقه فريكونسي ريسبونس. الفريكونسي ريسبونس مثل ما درستوا بالكنترول يكون عندنا بالحقيقة ب شلون نقول تو فيجرز. الفيجر الأول اللي هو عبارة عن الماجنتيود ريشيو
والفيجر الثاني اللي هو عبارة عن فيس شيفت. لذلك الفيرست اوردر الماجنتيود ريشيو اللي هو عبارة عن بي اوفر كي اي، هذا البي هو عبارة عن الامبليتيود مالت من مال الاوتبوت، والكي اي هو عبارة عن الامبليتيود مالت من مال الانبوت. لذلك الريشيو بالحقيقة مالتهم يساوي واحد على جذر واحد زائد الاوميجا تاو كل كلمة تربية. دائما الفيرست اوردر عندنا الماجنتيود فاليو، الماجنتيود فاليو هو هذا المقدار، المقدار مال شفنا مال الماجنتيود فاليو اللي هو واحد على جذر واحد. هذا طبعا انت درستوه بالفريكونسي ريسبونس. دائما عندك جي اوف اس يساوي لنا واحد على تاو اس بلس واحد مو شكل. وقلنا انه نحول الاس الى شنو؟ كلها تنعوض عنها بجي اوميجا، ومن حولناها الى جي اوميجا بعدين ايش راح نسوي؟ راح نضرب بالمرافق مال المقام. من ضربنا بالمرافق مال المقام راح يطلع لنا شنو؟ راح يطلع لنا كومبلكس نمبر. هذا الكومبلكس نمبر الريال مالته هو عباره عن الماجنتيود فاليو زائد الانجل اللي هو عباره عن الفيس انجل. لاحظوا هذا هو عباره عن الرسم مال الامبليتيود فاليو والامبليتيود ريشيو مال الفيرست اوردر، وهذا هو عباره عن الفيس انجل. هذا تخطوه بالتفصيل الممل عندنا بالكنترول. زين، فلذلك هنا بالحقيقه راح يكون عندنا الماجنتيود، قيمه الماجنتيود وقيمه الفيس انجل. زين، وقيمه الفيس انجل، الفيس انجل اللي هي هاي نفسها تبقى عندنا يمكن ماينس تان انفرس اوميجا تاو، ماينس تاو تان انفرس اوميجا تاو، اوميجا تاو هي عبارته. لاحظوا هذا ايش راح نستفاد من عنده بالحقيقه؟ راح نستفاد من عنده باستخراج ما نسميه بالدايناميك ايرور. هذا هو عباره عن الدايناميك ايرور. الدايناميك ايرور هو عباره عن الماجنتيود ريشيو ناقص الواحد. راح يساعدنا دايناميك ايرور، هو الدايناميك ايرور قيمته الماجنتيود ريشيو ناقصا شنو؟ ناقصا واحد. باعوا هنا الماجنتيود ريشيو هو الريشيو اوف ذا اوتبوت الى الانبوت مو شكل. هذا اذا كان قيمته تساوي لنا واحد شنو معناته؟ معناه انه الامبليتيود مال الاوتبوت هو نفس الامبليتيود مال الانبوت. لما تكون قيمه الماجنتيود ريشيو هذا ام يساوي لنا واحد، معناه انه قيمه الامبليتيود مال الاوتبوت هو نفس الامبليتيود مالت من مال الانبوت. فلذلك الدايناميك ايرور ايش قد راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا زيرو. اذا كانت قيمه هذه الام اوف اوميجا هي كنت واحد، راح يكون عندي هذا الحاصل الطرح يساوي صفر، يعني معناه الدايناميك ايرور يساوي زيرو. يعني هذا الدايناميك ايرور بالحقيقه ايش راح يعطيني؟ ميجر اوف ذا انابيليتي اوف ذا سيستم تو ادكوتلي ريكونستراكت ذا امبليتيود اوف ذا انبوت. يعني هذا بالحقيقه الدايناميك ايرور يمثل لي ايش قد مقدار الانحراف اللي بيصير عندي بالامبليتيود مال الاوتبوت على الانبوت. لانه لو كان الاوتبوت الامبليتيود مال الاوتبوت هو نفس الامبليتيود مال الانبوت لكان الدايناميك ايرور يساوي زيرو. لكن اذا كان عندي الدايناميك ايرور الى قيمه معينه معناه الامبليتيود مال الاوتبوت راح يختلف عن الامبليتيود مال الانبوت بمقدار معين. اذا هنا انا اشوف بيرفكت ريبرودكشن اوف ذا انبوت سيجنال از نوت بوسيبل. لذلك هناك دائما اكو عندي دايناميك ايرور. ليش؟ لانه بيرفكت ريبرودكشن اوف ذا انبوت سيجنال از نوت بوسيبل. سو سم دايناميك ايرور از انفيتابل. لازم يكون عندك دايناميك ايرور، دايناميك ايرور، لانه بالحقيقه الريسبونس مال المنظومات اللي تعرضني الى ساين ويف هي بهالشكل. هذا فعلا هذا هو عباره عن الانبوت، هذا السوليد لاين، بينما الداشت لاين هذا اللي راح يمثل لي اللي هو عباره عن الاستجابه. تلاحظ شلون؟ وفي هالحاله هذه اذا يكون عندي الامبليتيود مال الاوتبوت يختلف عن الامبليتيود مال الانبوت. زين، فهذا بالحقيقه الاختلاف ما بين الامبليتيود مال الاوتبوت والانبوت راح يعزمنا الدايناميك ايرور.